السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كمحبوب بالسادة الأساتذة والسيدات والأستاذات في هذا اللقاء التزامني رقم 2. إذا اللي غنناقشوا إن شاء الله غنشوفوا نمشي للمهم عندنا هو لغة. إذا هنايا بالنسبة للغوندي تيوريك نتسنى. إذن هذا هو لو ديغولمون، هذه هي لاطاش اللي مطلوبة منكم. دونك تيليشارجي لو دوكيمون وورد سي جوان، ها هو لو دوكيمون وورد، هو هذا كتيليشارجيوه ياك. أونسويت ريبوندر أو كيستيون انكلو دون سو دوكيمون. هاد لو دوكيمون إل كونتيان دي كيستيون، دونك فو ديفي ريبوندر أ سي كيستيون. أنروجيستري إي نومي لو. بالنسبة للاسم هنايا كديروا النوم برينو، لو نوم ديالك نتايا كتسبق بالنوم البرينو ديالك. كتخلي هذا غوندو تيوريك 1، هاد جروب هنا كتخلي هذا. وبالنسبة للنيميرو كدير النيميرو دو فوتر جروب، هنايا غدير غير 5، دابا عندنا 5 غتكتب هنايا 5 داكور. وضروري استاذ لو تيغي ديال لو 8 هو فوالا داكور. pour remettre le document dans cet espace, cliquez sur le bouton ajouter un travail. Donc pour importer votre travail, vous devez cliquer ou bien utiliser le bouton ajouter un travail. هذا البوطون راه تيكون في اون با دو لا باج، ديك لا باج اللي عندكم تما تتكون في التحت. هاد البوطون كتكليكي عليه كتامبورتي بهاد البوطون هذا. دونك فوالا جو كونتينيو. الى حليتو هذاك لو غوندو تيوريك عندكم هاد الطابلو، لا بزاف د الاساتذه كيسولوا باش ما يكونش هاد الضجيج هذا، باش تسمعوني مزيان باش كلشي الاساتذه يسمعوني. فوالا دونك اساتذه كيف كتشوفوا عندكم لو بوبليك سيبل، سيتادير لو نيفو اللي كتقريو، واش الا كنتو في بريمير بروميير اني دو بريمير، كنتو في كوليج بروميير اني دوزيام اني ولا تروازيام اني، سا ديبون على لا كلاس اللي غادي تخدموا معاها. لوبجيكتيف جينيرال يعني باغ اكزومبل خدينا لا بروميير اني دو كوليج، وصلتوا لوحده ديال لا ناراسيون اي لا ديسكريبسيون. الوغ لا ناراسيون لا ديسكريبسيون لي زوبجيكتيف سبيسيفيك، يعني لي زيلاف شنو غادي يديرو في هذيك في هذيك الوحده، هذيك لوبجيكتيف كامل هو سي ان غرو توبجيكتيف اللي غادي نحولو لدي سو زوبجيكتيف لي هما سبيسيفيك. باغ اكزومبل ديكريغ ان انيمال، ديكريغ اون بيرسون اتسيتيرا. لا بروبليماتيك، الوغ كيل اي لا بروبليماتيك، يعني لا برونون دوا سافوار كوا، qu'est-ce qu'il doit savoir, les outils qu'il doit utiliser pour faire de la description maternelle. Les prérequis, les élèves ont déjà des connaissances. La chirurgienne, pour la première fois, il y a déjà la maternelle, il y a la description, la carao. Ça dépend de la leçon. Les connaissances à développer, maternelle, quand une leçon de langue maternelle ou de lexique, il va utiliser le champ lexical de la description. Les outils didactiques, c'est-à-dire tout ce qui est didactique, la distance, et la plus-value, c'est-à-dire la valeur ajoutée d'elle, les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Il y a qui est le PC, avec le data show, qui est MP3, ça dépend des outils. Voilà, et après, les supports de diffusion. ACD, DVD, plateforme, site, web, un blog. Il a un blog ou qui le travail collaboratif en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Voilà, دابا الجدد اللي كتصيب في الفوق كدير لو بوبليك شكون هما لوبجيكتيف ديال لا لوسون، لي زوبجيكتيف اللي عندك، لي بريغوكي شنو لي زلاف شنو اللي كيعرفو، لو سيبور شنو غتستعمل. دونك بحالو غير هذا نيميريك
وهذا كما كتجيبو في البابي كتحطو عندك. صافي جو كونتيني. فوالا داكور. إذن نشوف إذن إذا دخلتي لهذاك دوكيمون ديال الوورد اللي هو لو روندو تيوريك غتلقى أسئلة اللي أنت خصك تجاوب عليها كتجاوب عليها في الوورد. مثلا هنايا نشوف هاد ليكزومبل نشوف غير هاد السؤال هذا وراه كاين أسئلة أخرى. إذن من المؤكد أن التعامل اليومي مع المتعلمين يولد بعض الصعوبات إكراهات عوائق ذهنية إبستيمولوجية إلى غير ذلك والتي تحد من الفعل التعليمي التعلمي وبالتالي تعيق تواصل فعال بين المدرس والمتعلمين من جهة والسير العادي للدرس من جهة ثانية. إذن انطلاقا من تجربتك يعني كمدرس غادي تذكر بعض الصعوبات التي واجهتك أثناء ممارستك في فصلك الدراسي والمرتبطة مباشرة بأنشطة التعليم والتعلم. إذن هنا كتشوف هاد الصعوبات اللي عندك انت كتذكرهم وحدة بوحدة كتدير لي تيري ولا دير باراغراف صغيرة ولا هذا يعني كتجاوب باختصار تذكر هاد الصعوبات هادو وهاد السؤال هذا راه بغيت تنوطا على 11% لا نوط ديالو يعني في لا نوط جلوبال ديالو يعني في 11%. إذن الصعوبات اللي تقدر كاينه كثيره بزاف اللي تتعلق بالفصل اللي مثلا فيها الانتباه فيها الشغب فيها يعني بزاف ديال هذا تقدر مثلا تكون تتعلق بالماده بالمنهاج يعني بزاف ديال الصعوبات يعني انت كتوجدها وكتجاوب يعني كل استاذ حسب الصعوبات اللي كيلقاها وحسب التجربه ديالو. اذا كتجاوب وكتسجل هذاك الدوكيمون كتسجلو بديك السميه اللي هي مطالبه منك شتنا هذيك الساعات بهذيك الطريقه وكتامبورتيه لهذا غنشوفوه من بعد. اذا نشوفوا هو هذا بالنسبه دابا مشينا لو روندو تكنيك بالنسبه غير واحد النقطه استاذ هي بالنسبه لو روندو تيوريك غادي تشوفوا بلي كاينين اسئله 1 2 3 4 5 6 وهي غاديه الاسبوع المقبل كاين تتم يعني 9 10 11 وحنا غاديين ماشي كنعاودوا من الاول اييه كنعاود نذكركم بلي راه سيت اون كونتينيتي يعني واحد البروبليماتيك شديتوها واحد اون ايتود دو كا اللي هي غادي ديفلوبي شاك فوا دون شاك سيمين فوالا ميرسي. اذا مزيان يعني كتكملوا كما قالت لكم الاستاذه يعني فيما وقفتوا كتبقى تزادوا لكم اسئله وهكذا حتى كتساليو. اذا دابا غنمشيو لو روندو تكنيك. اذا هو هذا عندنا la situation problème en vous basant sur le document Word allez te baser avec le document Word que vous allez réaliser comme rendu 1 fiche du plan théorique du cours et là fait ce soutenir c'est vrai fiche du plan théorique du cours l'inta société vous devez faire une présentation diaporama avec le logiciel PowerPoint pour exposer votre fiche théorique du cours. يعني انت غتبازي على ديك لافيش وغتصاوب هاد لا بريزونطاسيون. Alors, votre projet doit respecter les règles méthodologiques de la réalisation d'une présentation diaporama. يعني هادوك هاد لي ريغل ميثودولوجيك يعني راه شفتوهم كاملين في دوك لي فيديو اللي شفتو و دونك vous devez les respecter par cœur. دونك هنا باش تكون عندكم واحد لا برودكتيفيتي اللي هي يعني كتحترم هذوك لي انستركسيون اللي عندكم في داك الكول كتطبقوهم. يعني شنو هالي ديغول واش غدير لا بروميير شوز ا فير تيلي شارجي لو دوكيمون وول سي جوان هو هذا غتيلي شارجي روندو تكنيك 1 كون براكتيس سينير. المهم كتيلي شارجي هاد دوكيمون اللي هو كونسيرنون لو روندو تكنيك. من بعد شنو كدير وكذلك تي تيليشارج اوسي هاد ليماج اللي هي الماسك تا هو. اذا نشوفوا يعني جاوبنا على السؤال الاول مشيو نشوفوا السؤال الثاني رياليزي فوتر بريزونطاسيون ديابوغاما اونسويت اونجستري اي نومي لا غتسميها
sous le nom suivant. Il y a un nom, prénom, rendu, technique, c'est-à-dire le numéro de votre groupe. Ensuite, hébergez votre diaporama dans un espace cloud de votre choix. Donc, tu as besoin des espaces cloud, Google Drive. وغنهضروا عليه دابا هنايا يعني كتامبورتي هذاك في جوجل درايف وكاهنايا وتاخذ لو ليان ensuite obtenir le lien de partage et coller le dans le tableau situé dans le document word كاين عندك في هذا لو دوكيمون في واحد طابلو غنشوفوه دابا واحد شويه اللي فيه واحد البلاصه فين تكولي فين تحط داك لو ليان ديال تيليشارجمون باش حنا يكون ساهل علينا باش نتيليشارجيو داك لو طراي ديالك. اذا هنايا pour remettre le document word dans cet espace cliquez sur le bouton ajouter un travail. اذا هنا واضح ياك ما كاينش شي سؤال هنا. لحد الان تبارك الله مزيان واضح. اذا مزيان ياك ما كاينش شي استاذ اخر. هذا بالنسبه للروندو تكنيك المراحل اللي خصك اسويفر باش تحط العمل ديالك اللي درتي تما. اذا نمشيو دابا لا سويت. شكرا سي ابراهيم. اذا هنايا نشوفوا لو روندو تكنيك ديال الباوربوينت و فو بازون سور لو دوكيمون كو فو افي رياليزي كوم روندو ان فيش دو بلون تيوريك دو كور فو دوفي فار اون بريزونطاسيون دياپوراما avec le logiciel PowerPoint pour exposer votre fiche théorique du cours. Voilà. Alors, votre projet doit respecter les règles méthodologiques de la réalisation. Les règles méthodologiques de la réalisation d'une présentation de diaporama. Donc, premièrement, qu'il y a un masque de diapositive, qu'il y a le titre et le sous-titre, c'est qu'il y a le cours, le plan introduction تتبع المراحل اللي عندك في الدرس راه ما كاين حتى شي صعوبه داك الفيديو كتعاود داك الشيء اللي شتي تما كتحاول تعاود ولكن انت كتخدم على داك الشيء اللي انت خدام فيه في هذاك الدوكيمون ديال الوورد كتحاول هذه المعلومات اللي فيه كتعاود تحطهم بطريقه اخرى في لا بريزونطاسيون باوربوينت وفي الاخر كدير ايه لو دوكيمون ديال الوورد ماشي لو دوكيمون ديال الوورد ديال لو غوندو تيوريك دو كوتي كتحلو الباوربوينت اي لو دوكيمون وورد كديرو فيه لي زيتاب ديال لو كور ديالكم اللي كديرو في لا كلاس مثلا في الفرنسي كاين عندنا لا ميز ان سيتياسيون لوبسرفاسيون لا كونسيبسيون ايتترا يعني في هاد لا بريزونطاسيون ديال لي ديابو اللي غادي ديروا داك لو كور غادي تقسمو ايتاب بار ايتاب تحاولوا لي سلايد لي ديابوزيتيف اللي غادي يكونوا عندكم ما يكونوش ترو شارجي غتكونوا ديجا شفتوها في لي فيديو اللي عندكم وكيما قال لكم الاستاذ ضروري في لا بروميير باج يكون لو لوغو ديال كومبراكتيس كومونوتي دي براكتيس des enseignants marocains comme tout le titre c'est-à-dire le titre kbir yani l'activité wesh langue wesh ça dépend conjugaison la hasab sous-titre la langue غادي ندير مثلا les conjonctions de coordination ou les adjectifs possessifs le plan c'est-à-dire le déroulement de la leçon yani كل واحد وجد تاعو كيفاش كيدير ليها après غادي ندير une introduction pour entrer c'est une mise en situation هنا قالوا لنا les dispositifs environ 10 diapos يعني à ne pas dépasser et surtout il faut respecter les règles اللي هما محطوطين parce que c'est noté et bien sûr chaque leçon se termine par une conclusion et vous faites la conclusion تقدروا كيف ما كان حنا اساتذه كنعطيو التلم تاعنا pour aller loin شي حاجه كي دو faire à la maison voilà donc la fiche كتستعملوا في لاكلاس هي كتشدوها كتحولوها ديروها في باوربوينت وتحاولوا تصيبوها بالطريقه تاعتكم حيت لا سيمين بروشين نفس هاد لي ديابو هادو نفس هاد لو طراي اللي ديروا في باوربوينت غادي تخدموا به بان لوجيسيال ان شاء الله اللي غادي تكتشفوا لا سيمين بروشين
voilà idem شكرا استاذه idem كما قلت لكم idem هنايا نعم سي ابراهيم سمحتي سي رشيد نعم يعني احنا غادي نخدموا في هذاك الباوربوينت انت راك هذاك الطابلو اللي نضي طيب هذاك الطابلو اللي خلينا في الاول ديال اوبجيكتيف والسيبل بيبليك هي هادشي اللي هادشي دونك هنا هذاك لو طابلو لوبجيكتيف دابا لا فيش بيداغوجيك ديالك ملي كتصيبها راه كدير اكتيفيتي شكون هي اوبجيكتيف ولا كومبيتونس ياس تحكي لها ديالك بيداغوجيك اذا استاذ استاذ هنا الى سمحتي هنا اش نقول لك يا سي ابراهيم اي اذا هنايا كتشوف كتقرا معايا قال لك اون فو بازون دونك il faut يعني سو بازي سور لو دوكيمون وورد كو فو زافي رياليزي اللي انت صايبتي ديجا كوم روندو 1 لو روندو 1 ديالك انت اللي هي فيش دو بلان باش هذوك لي كيستيون اللي جبنا عليهم اللي غادي نديرو في الباوربوينت اي فوالا رانا سطرت عليهم يعني الى تتبازي على هاد الدوكيمون وورد اللي عندك كوم روندو 1 يعني فيش دو بلان تيوريك دو كو دونك فو دو فير اون بريزونطاسيون ديابوراما افيك لو لوجيسيال باوربوينت بور اكسبوزي فوتر فيش ها هي فوتر فيش تيوريك دو كور يعني لا فيش ديالك غادي الهدف ديالك لوبجيكتيف ديالك هنايا غادي تحاول باش دير لا بريزونطاسيون ديال لا فيش تيوريك ديال الكور ديالك Votre projet doit respecter, c'est essentiel. Votre projet doit respecter les règles méthodologiques de la réalisation d'une présentation diaporama. Et ni qu'on vient mal d'où. Tu connais donc un masque de diapositive. يعني هي اللي كتشوف هي هذه دابا هي هذه اللي كتشوف هنايا كامل راه هي هذه كامل هاد ليماج لاغيير بلون اللي كتشوف هنايا كامل ا ديابوزيتيف environ 10 يعني حوالي 10 بالنسبة للديابوزيتيف conclusion donc ici une petite conclusion à la fin alors pour les illustrations et graphiques smart حتى هما يكونوا des animations et transitions يعني كتمشي بواحد الشكل تكون واحد لوموجينيتي ça veut dire pour les animations d'entrée et de sortie هنا elles vont mieux travailler avec une même animation يعني toutes les diapositives ديال et c'est la même chose avec les transitions OK le pied de page avec votre nom et groupe non et là نشوف هذا لا donc rendu technique donc veuillez remplir le tableau ci-dessous donc l'essentiel هنا هو داك لو ليان هذاك لو ليان cloud de votre présentation diaporama هذاك لو ليان اللي انت فاش لحقتي هذاك في جوجل درايف باغ اكزومبل الا استعملت كتستعمل جوجل درايف هذاك لو ليان كتجيبو لهنايا كتقولي في هذه البلاصه هذه وكتعمر هذه المعلومات هادو وفي نومي فو فيشي كوم سوي اي نفس الطريقه ديال التسميه لو نوم برينوم روندو تكنيك 1 وكدير جروب صافي هذا الشيء اللي كاين هذا كتصيفطو باش حنايا يكون ساهل علينا باش ندخلو نتيليشارجيو هاد لو روندو تكنيك ديال اذا واضح هنا ياك اي واضح استاذ هذا بالنسبه للروندو تكنيك كتمشي لجوجل هنا كتدخل الجيميل ديالك كتدخل فاش كتكونيكتا عندك الجيميل الا بغيتي تدخل ليها الا بغيتي تمشي لي زابليكاسيون ديال جوجل كتمتى تدخل لهاد البلاصه هادي هاد لي بوين اللي كاينين هنايا يعني فيهم les applications Google فاش كتكليكي على هاد لي بوين هادو غيعطيك هاد الصوره هادي غيعطيك هاد الشيء هذا هو شتي اذا عندك الغوشيرش يوتيوب كونت وهذا حنا غنشوفو درايف كتكليكي على هاد البلاصه هادي درايف كلشي متبع معايا ياك
اذا مزيان واضحه وسطك. اذا كندخل درايف في هذه البلاصه هذه كتاليه مباشره حيت درت لو ليان من لا ديابوزيتيف مباشره. اذا هذه طريقه ياك دونك غادي ندير باغ اكزومبل كتجي لهنا عندك بلس الا دخلتي عندك بلس هنايا وكدير امبورتي ان فيشي. الا عندك ان دوسي حتى هو كتجي دونك انت بغيتي لو فيشي اللي عندك كدير امبورتي ان فيشي تنجيبو هذا مثلا هذا كومبراكتيس روندو اللي هو زيرو مثلا هذا اللي عندي هنايا وكدير اوفرير صافي وكتسنى هو يعني كتسنى حتى كيت امبورتا هذا وكتدخل ليه. فاش كتدخل دونك غادي ندير انيولي فاش كتدخل تما مثلا هذا هو هذا الماسك ها الماسك انا درت ليه امبورتي وكدير بوطون دغوا عليه كتكليكي عليه باليمين دونك فوالا ها هو هو هذا ها هو في التحت هنا. اذا عندك هنايا ها هو هو هذا اذا شتوه وكندير ليه بوطون دغوا او لا كونترول سي بور لو كوبي كونترول سي باش كوبي باش دير ليه كوبي وغاتجي تحلو في هنايا نشوف ندخل ليه من هاد البلاصه هادي غندير كونترول في بور لو كولي اذا مزيان وغندير اونتري وي ها هو اسميتو ديالي بغيتو حنا هكا كنديرو ليه. دابا انت لي ليسونسيل هو تعطينا هاد لو ليان هاد لو ليان ماشي هاد الصورة هادي لو طرافاي ديالك لو فيشي ديالك سواء كان الوورد ولا كان الاكسل ولا كان اون بريزونطاسيون باوربوينت اولا فيديو اللي كان يعني داك الفيشي حنا كنتي تي بو ميم لو كومبريسي كتكومبريسي داك الدوسي ديالك اللي عندك بزاف ديال لي فيشي كديرهم في واحد لو دوسي كتكومبريسي داك لو دوسي ديالك ومن بعد ديك الساعه تيكون سو فورم دان فيشي وكت امبورتي داك لو فيشي ليسونسيل حنا وصلنا هاد لو ليان هاد لو ليان ديالو هاد لادريس ديالو يعني فين كاين دونك بارطاجي دونك كتشوف تيليشارجي هنايا فوالا هنايا وي تدير كدايا تيليشارجي. اذا واضحه استاذ ياك اساتذه استاذات وي واضح واش متبعين معنا ولا نشوف ياك ما مشاو. اذا مزيان كاين 20 واحد حيت انا راه اذا الحد واضحه استاذ اذا نفس الطريقه كاينه في التعليم بوان ام فوالا راه تعليم بوان ا حتى هو فيه لو درايف يعني بنفس الطريقه بنفس الطريقه عندهم دي كونت اصلا فوالا كاين استاذ هو كاين عاوتاني ممكن انك فاش كتدخل ممكن انك تيليشارجي هاد جوجل درايف لابليكاسيون. اذا فاش كتكون عندك لابليكاسيون كتستعملها كتحطها في البيرو وتبدا تخدم بها بزاف. اذا غادي نشوف الباوربوينت ندير نوفو ها هو اذا نوفو دونك فوالا اذا عندك هادو. اذا بالنسبه لهذا تتكليكي هنايا باش بوغ اجوتي واحد لو تيتر ديالك مثلا نسميه مثلا. اذا غادي نحاول نشوف لاغيير بلون نمشي لكرياسيون هنايا ونشوف ميز اون فورم دو لاغيير بلون كنمشي لكرياسيون جو ريبيت كليك سور كرياسيون ميز اون فورم دو لاغيير بلون فوالا كتجي لهاد البلاصه هادي عندك رومبليساج افيك اون ايماج او تكستور دونك جو كوش هاد البوتون وكتشوفو هنايا شنو عندك هنايا انسيري اون ايماج ا بارتير دو دان فيشي بلاتي فين كاين فوالا هو هذا. اذا ها هو الماسك كندير كذايا انسيري وكيعطيني هادي فهاد الطريقة هادي كتقدر تكتب مباشرة هنايا هادو ما تيمشيوش ليك هادو. ما الا درتي انسيري ريماج درتي نشوفو هاد الطريقة اللي كدير الأغلبية دونك غندير كونترول زد انسيرسيون دونك فوالا غندير انيلي هادشي لي درت دابا كونترول زد فوالا غندير انسيرسيون
ممكن كيدير ايماج غيجيب هاد ليماج هادي ردو البال لهاد لي زون دو تيكست الا درتيه هكايا هاد لي زون دو تيكست ما تيبانوش هنا لانها كاينين في تحت ايه فوالا خصك دير ليماج خصك تبقى تعاود فوالا اذا جانول هاد هاد لوبيراسيون اذا الطريقه بنعاود اذا كنمشي للكرياسيون كرياسيون ل تتبان لك هنايا ميز اون فورم دو لاريير بلون كتكليكي على هاد البلاصه هادي ميز اون فورم دو لاريير بلون رامبليساج افيك اون ايماج انت عندك واحد ليماج فيها اللوغو فيها اي حاجه اللي بغيتي وكدير شي شي اي تو لامبورت طون ايماج بيان سور دونك انسيري اذا هي هادي اذا غادي نجي ل هاكا هنايا نشوف ال طريقه سهله وزوينه مزيانه براتيك دونك فوالا اذا الاساتذه دونك نشوفوا بور لي زانيماسيون شي حاجه اخرى نشوف ندير واحد لو تيتغ تيتغ باغ اكزومبل نيميرو 1 باغ اكزومبل هذا يعني كنشوف هذا كيتسمى لو كونتور هذا اللي داير هنايا الكونتور كنكليكي في هاد البلاصه هادي كاين فرق الا كليكيت هنايا في الوسط ولا كليكيت فوق هذا دونك جو سيليكسيون لو كونتور ديال هاد لا زون لا زون دو تيكست دونك اش غندير كتمشي الفورما باش تخدم على الكونتور اللي عندك انت الكونتور هو هذا كتاخذ اللي بغيتي باغ اكزومبل الكولور اللي بغيتي ها هو بغيتي ميم با الكولور هذا كدير على البيبيت كتاخذ هادي خذ هاد الكولور هذا ها هو تيعطيك هاد الكولور ديال هنايا باش نزيدو في الكونتور يكون كبير كتكليكي على كونتور وكتزيد لي بيسور ديالك ها هو زيدو لي بيسور ديك الساعات ما تيبانش لانه لي بيسور رقيق شويه هنا كاين واحد السؤال اخر كنشوف هاد لو تيتر لي اون با لي اون با دو لا زون دو تيكست الوغ كيفاش نديرو مثلا في هنا في الوسط كيفاش نطلعو الفوق اذا كيفاش غندير تنكليكي على هادي فوالا غنمشي للاكوي ها هي كاين عندك هادو شفتهم كاينين في باراغراف في هاد البلاصه هادي شتيها كتكلي اليني لو تيكست كتكليكي هنايا واش بغيتي يطلع للفوق بغيتي يمشي لو ميليو بغيتي يمشي لو با دونك هنا باغ اكزومبل بغينا يمشي هنايا باش يكون داكشي مزيان نجي عاوتاني هنايا بالنسبه لهادي عاوتاني نفس الشيء كتب سميتو ديالك كتب هنا غيكون سو تيتر ولا شنو غتكتب هنايا المهم حسب هذا ديالك اذا نفس الشيء نعاود لهاد العمليات اللي درت دابا تنكليكي هنايا كنكليكي على هذا غنمشي للفورما فورما بشويه عليا غنمشي للكونتور من بعد نختار الشكل اللي بغيت نختار مثلا ناخذ هذا الشكل هذا باش تكون هناك واحد تنسيق بين الالوان وتكون هذا استعملوا نفس الالوان اللي عندكم هنا نزيد لي بيسور نمشي الكونتور يكون كبير شويه فوالا ها هو دابا اختار لي المناسب اذا دابا نشوفو بور لي زانيماسيون كاين هادي كتمتى تكليكي عليها غتمشي للانيماسيون كاين عندك انيماسيون كتختار ديال لونطري ديال لونطري يعني الى لونسيتي لا ديابوزيتيف ديالك ها هي مثلا لونطري بروسك في لو طون اللي عجبك هذا كيجي هو هذا هو جا نفس الشيء هنايا الى درتي واحد كما قلنا ديك الساعه قلنا لوموجينيتي درتي لونطري بروسك من الاحسن اللي كتبقى تخليها في هكا باش تكون واحد الشكل يكون تنسيق في هذا دونك شتو الى لونسيت لانيماسيون حتى كنكليكي عاد كتجي هاد لو تيجي لو تيتر 1 عاد كيجي الاطار اشنو اي كاين واحد شويه الصداع
اذا هنا سو تيتر دونك هذه مثلا بغيتها تمشي ليا مع الاولى تمشي ليا مع ليماج الاولى اش غندير ليها كنكليكي على هذه وكنجي لهاد البلاصه هذه ديماراج افيك لا بريسيدونت كندير افيك لا بريسيدونت دونك هنايا تقدر هذه حتى هي ندير ليها جوج باش تمشي ليا مع لا بريسيدونت مع واحد بجوجهم مره افيك لا بريسيدونت فوالا دونك كتشوفوا هنا عندي واحد يعني هذه كامله هذا الاطار كامل كيتحرك مره واحده لان هذا واحد كيمشي واذا عندي الاولى هي زيرو زيرو كتمشي مع الاولى مع هذيك ليماج كتبان وغتبعها واحد دونك الا درت الى فوالا درت هكايا شفتوا اذا دابا مزيان درت هكا مزيان هذا كاين شويه ديال التنسيق بين واحد شويه ديال الموجينيتي دابا نمشي للعب مشكل اي الا صايبتي لا ديابوزيتيف الاولى ديالك هذه سي اون ديابوزيتيف لا بروميير ديابوزيتيف بغيتي بحالها نفس الشكل نفس هذا il vaut mieux la يعني dupliquer كدير لها دوبليكي يعني كدير منها واحده اخرى كتكليكي عليها لا ديابوزيتيف بهذيك الطريقه وكدير دوبليكي لا ديابوزيتيف هادي دونك كتشوف هاد جوج هادو بحال دونك كتدخل انت ديك الساعه كتبدل هادي بغيتي دير فيها شي حاجه بدل هنايا الشكل اللي بغيتي بدل ثاني اللي بغيتي ما بغيتيهم سوبريميهم انت بغيتي غير ليماج مثلا ديال لاغيير بلون اللي بغيتي كتخلي اللي بغيتي انت اذا دابا باش نشرح لكم كيتقطع الصوت دابا مزيان وي باش نشوفوا لي سمارت ار غنجي نكليكي على هذا غنقلب على سمارت ار هي هذه انا ما عطيتكم الكور يعني هما يعني عطيتكم كيفاش بصفه عامه شويه هنا شويه انتم راه تبعوا داكشي اللي كاين في لي فيديو ولي انستركسيون اللي عندكم هاش من التعليمات يعني خصك دير هادي دير هادي حنا الا غنصحوا كنشوفوا عندنا دي كريتير واش هاد لونسينيون اسكي لا ريسبكتي هاد لي انستركسيون او نو كتشوف واش دار هاد الشيء اللي مطالبين منه ولا لا الماسك يعني بشويه يعني كامل هذاك الشيء نجيو للسمارت ار نشوفوا شي حاجه عندنا هنايا ليست باغ اكزومبل اش ناخذ باغ اكزومبل هذا فوالا اذا هنا عندنا الصور مثلا انت بغيت دير الصور هنا ديرهم اللي عجبك بغيت دير حسب اللي مطلوب في التمرين انا غادي نخدم هذا اللي حسب لا ديابوزيتيف اللي بغيت دير انت انا دابا كنخدم بصفه عامه كتكليكي على هذه ليماج هذه باش تجيبها دونك ا بارتير دان فيشي دونك ا بارتير دان فيشي فوالا نجيبو هذه الصوره هي هذه مثلا نجيبو هذا اللوغو ديال اون براكتيس هنا عاوتاني نجيبو ا بارتير دان فيشي نجيبو شي صوره اخرى باغ اكزومبل هاد لاغيير بلون هذا نجيبو هاد وحده اخرى باغ اكزومبل هنايا فوالا هادو الصور اللي انت كتجيبهم اذا كتعمر هادو داكشي اللي بغيتي نتايا لي تيتر اللي بغيتي نسميه هنايا تي واحد تا كتكتب ديك الساعه شنو بغيتي يعني هنا سو تيتر 1 اس تي 1 هنايا اس تي 2 ولا اس تي 2 فوالا يعني سو تيتر نيميرو 2 اللي تابع ال 1 فوالا نفس الشيء هنا غدير تي 2 لو تيتر 2 المعلومات على داك لو تيتر باغ اكزومبل غنديرو اس تي سو تيتر 2 1 سو تيتر 2 يعني نيميرو 2 غنديرو تي 3 باغ اكزومبل نديرو سو تيتر تي 3 ديال تي 3 1 رقم 1 هنايا اس تي 3 2 فوالا بغيت تزيد مثلا شي حاجه بغينا نزيدو مثلا 3 باغ اكزومبل دونك كتكليكي في هاد البلاصه هادي كدير اونطري وكيعطيك بهاد الطريقه هادي اس تي
4. Voilà, 4. C'est nous qui cliquons sur la place. Voilà, je suis ici. Et il y a tout ce qui est ici. Ah ouais, tu as écrit de ici. Tu as dit ST5, ST3, 5. Ah ouais. Voilà. مزيان دابا بغيت تزيد شي حاجه اخرى على شي تيت اخر كدير تخرج من هنا وكدير اونطري فوالا اذا مزيان دابا بوغ لا بوغ فير انيمي هاد اللي استعملتي في لي سمارت ار يعني واش غنديروا ان باغ ان او لا كلهم يعني جلوبال مره واحده او لا هذا اذا علاش تتكليكي على واحد فيهم كدايا غادي نمشي للانيماسيون نشوفو شي حاجه هنايا زوم باغ اكزومبل دا شي حاجه اذا كنشوفو هنايا هادي كلها مرتبطه بهادي واش كتسمعوني وي كنسمعك اصاحبي اذا كتشوفو هاد الانيماسيون اللي هي رقم ديالها واحد يعني كيميز كامل هذا يعني غيتدار مره واحده هذيك الانيماسيون كتدار مره واحده هاني الانيماسيون النوع ديالها خديناها زوم ولكن حنا بغينا مثلا يجيو ان باغ ان كتجي لهاد البلاصه هادي اوبسيون دو ليفي كتشوف هاد لوبسيون دو ليفي هنايا كوم ان سول اوجي توت على فوا ولا ان باغ ان حنا بغينا ان باغ ان فوالا اذا كتشوفوا في هاد البلاصه هادي دونك الى درت الى درت ديابوراما هادو فوالا ها هما كيمشيو فوالا يعني كل معلومه بوحدها وهنا ممكن انا كتبدل لي كولور تتمشي غير الفورما هنايا تتبدل الاشكال ديال هادو اللي بغيتي ها تمشي للكرياسيون اختار اللي بغيتي هنايا اختار الاشكال اللي بغيتي الاشكال اللي بغيتي هنايا اختار الشكل اللي بغيتي كما حسب الذوق ديالك نتايا وبالنسبه للالوان يعني اللي كيناسبوا لا ديابوزيتيف اختار اللون اللي مناسب لا ديابوزيتيف باش يكون هناك واحد التنسيق ديال الالوان حسب كل واحد والذوق ديالو دونك باش ما كانت اون ديابوزيتيف اللي هي سامبل يعني ما كثرش فيها لي كولور يعني فهي راه كتشجع ان يعني التلميذ انه يتبع معاك ولا اي يعني اي واحد مثلا كيتبع معاك مزيان شوف الا كان شي سؤال اخر باش نفكروا فيه في كونسيرنو يعني الصعوبات اللي نتوما لقيتوهم مثلا في انتاج هاد لو دوكيمون باوربوينت يعني لا بريزونطاسيون باوربوينت وممكن احنا هنا باش نجاوبو دابا يعني كم هاد الغوندي تيوريك وبراتيك يعني تكنيك راه يعني هادشي اللي فيه كاين عندكم بالنسبه للوجيسيال فيو اللي غتشوفو نتوما تما نشوف كومبراكسيس استاذ باش نكمل ياك نمشي لكومبراكسيس هنا كومبراكسيس كومبراكسيس بالنسبه للموجيسيال فيو راه ما عندكم شي انتاج دابا اللي غتصايبوا به ولكن سي با يعني فابري غتستعملوه ان شاء الله حسب اسميتو ديالكم اذا غنشوف بالنسبه كتشوفوا معايا يعني كلشي كيشوف ياك كنشوفو استاذ غير الصوت شويه متقطع الصوت متقطع اذا هنايا اش غنديرو بالنسبه لونيتي 1 فوالا لونيتي 1 نشوفو لونيتي 1 وي واخا دخلت باسميتو لونيتي 1 بالنسبه للوجيسيال فيو هو هذا فوالا دونك غادي نمشيو ل لوجيسيال فيو اذا هنا غنطلق من انا ديجا شتو غندير نو اذا هنايا عندكم بالنسبه للفيو ليسونسييل ديالو هي ميثودولوجي دي كارت كونسيبتوييل
الخرائط الدينيه. تقدر هنا بهذا فيو كانوا نوتخو لوجيسيال لي اكس ماند، اكس ماند حتى هو كيلعب الدور نفس الدور ديال فيو، كنصوبوا به هاد الخطاطات ويعني اللي هي داخله في هاد دي كارت كونسيبتوال. الوغ دونك نمشي لا سويت ميثودولوجيك دي كارت اللي كاين هنا، كتشوف هاد لي فيديو كلهم كتشوفهم، لوجيسيال فيو كتشوف الاسئله، يعني غتشوف في الاخر راه ما فيه والو، كتشوفوا كاملين هادو قراهم مزيان، انا راه قريتهم واحد بواحد واحد يعني ومزيان، داكشي دي فيديو اللي هما بيان بريزونتي بيان فات، ماشي شي حاجه اللي هذا كتشوف البلاصه، يعني كدير دوز هادوك حتى الاخر. تلقى السؤال واحد اللي كاين هنايا، vu est un logiciel libre et gratuit pour Windows, Mac et Linux. Il permet de créer des cartes conceptuelles ou de connaissances. Alors, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? On a intérêt à prêter les ou à dire qu'il y a un réponse dire que c'est vrai ou qu'il dire envoyer. Ça, c'est tout. Il y a un peu de choses qui sont très belles. Il y a un peu de choses qui sont très belles. ما كاينش شي حاجه شي لا برودكتيفيتي اللي بغيت تصايب مثلا شي فيشي تصايبو بلا كارت، يعني بهاد فيو وتصيفطو، يعني بان لي هذاك السؤال هو اللي كاين تما، غتقرا وسهل. اذا هادشي اللي كاين، نتمنى ان عطيتكم شي شويه ونحلو المجال. مازال انا معكم، مازال يعني الا كاين شي حاجه نسيتها ولا هذا نقدر يعني في الاستطاعة اننا نجاوبو. تنشكر الاستاذة سارة اللي هي حاضرة معنا ودايرة مجهود معنا ويعني الوقت ديالها، وكذلك نعطيو دابا الكلمة للاساتذة. يلاه بينا نبقى نشوف هاد الاسئلة ديال الشكر كذلك واجب استاذة، هذا واجب. عفوا نعطيو نشوفوا الاسئلة دابا. إذا كاين إذا شوفوا الآن أسئلة الأساتذة ولو غومارك وشنو الصعوبات اللي لقاو. نعم، هذا الشيء اللي هو اللي مهم دابا، هذا الشيء اللي هو اللي مهم. أساتذة اللي عنده شي سؤال، المايك ليبغ، لا هو راه ليبغ أصلا، هذا هو المشكل في هاد في لي كونفيرونس، يعني هو ليبغ، أي واحد كياخد المايك تيهضر. إذن عندك مشكل في الدرايف، عندي مشكل أستاذة ورداء، إذن ورداء عندها مشكل في الدرايف. نشوف الأسئلة إذا كان ممكن أستاذة نكتبوهم. إذن عندنا درايف، سؤال واحد، أش مازال كاين شي؟ نعم، بالنسبة سيكوماس قال ليك واش كاين شي لوجيسيال بحال فيو؟ نعم غادي نجاوبو سيكوماس. إذا وردة، السؤال الثاني عند وردة، واش ضروري ندخلو المنتديات التقنية والنظرية؟ واش ضروري ندخلو المنتديات التقنية والنظرية بجوج؟ دونك بيان سور غادي نشوفو لي دو فورم. بغينا نسمعوكم اساتذه. سي حسن ابو الكيز، هضر سي حسن، هضر هو سي حسن. سي حسن ابو الكيز، استاذ شكرا استاذ على سميتو على التقديم الجيد والاستاذ كذلك. بغيت غير نسول استاذ واش اللقاء كيتسجل؟ دابا كنتسجل انا غير في اللوكال، ما لابليكاسيون مع عندي دابا نرجعو للمحتوى. اييه يعني التسجيل ديال المعلومات كلهم واخا، يعني سولتينا استاذ على التسجيل، اي دابا كنسجل وان شاء الله يعني ندير اسمه ان شاء الله نبيبليه في اليوتيوب ونعطيكم لو ليان بحال اللقاء الاول. ولا يتلاح في الجروب ديال الواتساب. اي هو هذاك غيكون في الجروب ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. وردة كيدا بخير؟ لاباس عليك؟ بخير. تحية لكم وشكرا بزاف على المجهود ديالكم.
إذن طابلو يعني هذيك لافيش واش غادي نكملوا عليها واش غنديروا ليها ياك هادشي هو السؤال استاذ ياك وي هو داك السؤال شكون اخر شي سؤال اخر قال كاين باش نبداو نجاوبوا إذن انا نسولكم انا بالنسبه لجوجل درايف واش كل الاغلبيه كتستعمل هذا جوجل درايف اللي هذا يكتب لينا واحد انا غير واحد اذا نشوفوا الميساج اذا مزيان كوماز اذا هذا ما كاينش مشكل اذا هنا ما كاين مشكل اذا اللي عندهم مشكل في جوجل درايف يكتب لينا زيرو اللي عندهم مشكل في جوجل درايف يكتب لينا صفر اذا كان هذه بالنسبه لحسن ابو الجيزه واحد هذا فوالا اذا غادي نعاود السي حسن مشكل في الطريقه الثانيه اللي ذكرتي هذيك الطريقه الثانيه اللي ذكرت تيليشارجي لابليكاسيون هاد لابليكاسيون اللي كتيليشارجيها كتانصطاليها ان شاء الله غادي ندير لكم واحد تيتوريال بسيط ما فيه لا هضره والو يعني بسيط وشويه ان شاء الله غير نسترح تيليشارجي هو كتيليشارجي لابليكاسيون كتانصطاليها سيتو يعني الطريقه الاولى واضحه ما فيها حتى مشكل ياك الجيميل كتمشي كتدخل كديري امبورتي اذا هذيك ما فيها مشكل اذا مزيان بالنسبة للطريقة ديال التعليم بوان ا حتى هي راه مزيانة الا دخلتو شفتوها راه مزيانة بزاف جي تيليشارجيتو غادي نعطيكم هذا ديال تيليشارجمون ديالو هاد الفيرسيون ديالو هنايا 3.3 يعني .0 تا هو راه ساهل اذا هذا ساهل بزاف هذا غادي تحاول عندكم اوتي لو هذا هو لو سوجي برينسيبال اللي كيكون عندنا كتكليكي عليه وكتجيبو لهاد البلاصه هاي وعندكم نوفو لو كتكتب سوجي بون برينسيبال هو هذا برينسيبال فوالا دونك بغيتي تجيب شي دونك هذا اشنو هذا اوتيليان كتكليكي في هاد البلاصه هادي وكتدي هنا ولكن خصك تتصاوب هادو صات تتبني كيما بغيتي تتصايب هادو كيما بغيتي صايب واحد اخرى تعاد سالي منهم نتايا صايبهم كيما بغيتي الطريقه اللي بغيتي عادية صاوب انت داكشي اللي غتصايب الخطة ديالك شوية عليك هاك فوالا باش تري براتيك ساهل يعني بسيط ما كياخدش والو والو يعني ساهل وديك الساعة كدير لي غولاسيون ها اوتي لي هذا ديال لي غولاسيون كتكليكي في هاد البلاصة هادي وكتجر هنا صافي هذا لاخر فوالا هذا لاخر هذا عنده علاقة بهذا هذا عنده علاقة باغ اكزومبل هذا اكسيتيرا وانت كتصوب سميتو ديالك يعني خصك ديما خصك البابي يعني لو ستيلو ديالك مع الورقه وتحط لو بلون تحطو بعدا وتصايبو وتفكر فيه مزيان عاد كتصاوب سميتو ديال اذا هادشي اللي كاين هنايا هاد كاين بزاف اخرين يعني نشوف شنو هذا كامل داكشي عاد تكتشفو يعني ماشي شي حاجه ساده فوالا كتسيليكسيوني هاد الوقيلا انا غنبحث لكم في هاد اللوجيسيال هذا مزيان ان شاء الله ممكن اننا يعني ماشي غنتسناو على اللقاء التزامني هذا نديرو لقاءات يعني وسط الوحده اللي
ليا مفتوحة لي بغيت دخل يدخل يعني لقاو ربعة خمسة لقيت خمسة تما وهذا نخدم معاهم ما لقيت حتى واحد صافي راه مزيان يعني مرة جوج مرات ولا هذا حسب الوقت ديالنا حنايا. إذا هادشي اللي كاين كاين شي سؤال آخر نشوفوا ربما كاين أسئلة ما تنقراهمش. كاين سؤال الأستاذ ديال الأستاذ سعيد قال لي كومون لي كوبيي فيغ باوربوينت. هادو كومون كوبيي مثلا هذا فوالا كاين 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 بزاف ديال لوجيسيال باش تيليشارج باش تدي هذاك تما بلاتي واخا غادي نشوفوا فين هذا كاين واحد اخرى واحد لوجيسيال ديال لا كابتور اكرون وكاين حتى في اوتي كابتور راه تيكون في لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ويندوز مثلا بغيتي تاخذ هاد هاد هادي نعم كيهضر شي واحد كاين شي سؤال واخا استاذ نو كان غير السؤال ديال الاستاذ سعيد اذا واخا واخا سي ابراهيم من افراني واخا غادي نعاود السؤال نرجع نجاوب على هذا السؤال هذا ونرجع للسؤال ديال سي ابراهيم الاستاذ طرح ما عرفتش شكون الاستاذ او الاستاذه مع شوف استاذ سعيد طرح سؤالكم إيه. كوبيي فيغ باوربوينت فوالا دونك كاين شوفو قلتي بلي كاين عندنا كاين كاين ما ويندوز كاين اوتي كاين كاين اوتي هذيك هي السامبل هي اوتي كابتور كدير كدايا ها هي كابتور ديكرون وغدير النوفو ها هي وغتمشي نشوف كابتور فورم ليبر ريكتونغولار غناخد هنايا كابتور ريكتونغولار كابتور فونيتر كابتور بلان ايكرون غادي ناخد ريكتونغولار فوالا كناخد هذا هو كناخد هذا سميتو ديالي وكنمشي واخا قطعتي هذاك شويه كنسجل كندير لي اونغوجيستري سو ياك هذا فيه بزاف سميتو كتحط الصوره ديالك في هذا وكتامبورتيها كتسجل الصوره ديالك في داك الدوسي ديالك كتسجل نشوفوها هي نديروها كاع نشوفو نسميوها كابتور نخليها كابتور نيت وغتمشي للباوربوينت فين الباوربوينت ها هي وغادي تمشي ل هنا ندير واحده اخرى جديده ديال نوفيل ديابوزيتيف خاويه فيد ناخذها فيد وغادي ندير انسيرسيون وغنمشي لايماج ونمشي للبيرو كون براكتيس كاين هنايا شنو سميتها سميناها كابتور ها هي كابتور وغندير انسيري وغتجي هذه طريقه طريقة أخرى اللي كاين واحد اللوجيسيال هذا سميتو سنا جيت كاين فيه الفيرسيون تيليشارجي ديال 2019 وعندي 2013 هذا إلا تيليشارجي مزيان مخير هذا هذا كتدخل سميتو ديالو بالنسبة للسيليكسيون كنت كتختار واش بغيتي ريجيون بغيتي انك تاخذ معاك لو كورسور يعني لو بوينتور دو لا سوري كتاخذو حتى هو في لا كابتور كتاكتيفي وكتجي لا سميتو ديالك كاينه هذيك داك الكلافي راه فيه ديك لا توش ديال ان بري ميكرون كتكون حدا سوبريم ولا فين كل واحد فين كتكون هذيك ان بري ميكرون كاين اللي كتخدم ديريكت بالنسبه لي كلافي كاين اللي حتى كتضغط على واحد لا توش كاينه في حدا لا توش ويندوز اف ان كتضغط على ديك لا توش اف ان وكدير ان بريمي كرون فوالا ها هو شتي تعطيني هاد شتوه دابا هو كاين هنا كناخذ داكشي اللي بغيت كناخذ داكشي اللي بغيت ها هو ومن بعد كان اوتوماتيكو كان بغيت نزيد لو تكست هنا نزيد عليه لو تكست بغيت تزيد شي حاجه اللي يعجبك بغيت تزيد مثلا السميه هنايا تقدر كلشي راه كلشي كاين هنا راه ساهل هادو بوحدكم غاتوصلوا ليهم ما كاينش شي صعوبه فيهم كدير بوتون دغوا عليه ودير ليه كوبيي وجي لا سميتو هذا ساهل بسيط غتمشي بلا ما دير ديك سي اونغوجيستري ولا هذا غتمشي نمشي للباوربوينت ها هو الباوربوينت هذا اللي عندي ندير هنا نوفيل ديابوزيتيف نزيدها فيد وكنجي لهاد البلاصه وكندير كونترول في وكتلاح ها هي شتا
إذن مزيان. وي أستاذ مزيان. إذن هذه طريقة يعني باش تجيب الصورة اللي صايبتي، هذيك الخريطة الدينية، لا كارت كونسيبتويل، وبيان لا كارت دي زيدي، كاين عندها بزاف تسميات، وغتجيبها وغتامبورتيها في سميتو ديالك. صافي هادشي اللي كاين. كاين شي سؤال اخر ديال، كاين واحد السؤال عند ابراهيم افراني ديك الساعة، شنو قال؟ مش شوفوا السيدة في فوق ولا تشانا كانت لا هل هناك، شنو قال له الاستاذ؟ هي هل هناك تمرين في الوحدة واحد خاص بالبرنامج؟ سي ابراهيم ما نعم. اذا هذا جاوبنا عليه سي ابراهيم. اذا الاستاذ ابراهيم يسال هل هناك يعني تمرين خاص بهذا البرنامج، برنامج في واحد السؤال ديال الورده، واش ضروري ندخلوا للمنتديات التقنيه والنظريه؟ نعم. ضروري ضروري ضروري، حيت عندهم لو بورسونتاج ديالهم، وشفناهم السمانه اللي فاتت كل واحد ولو بورسونتاج اللي عنده. كاين سؤال اخر ديال لو نومبر ديال لي ديابو. الوغ شفنا قبيلات بلي خصنا نديرو 10 ديال لي ديابو، ضروري خص يكونوا 10. اذا هادشي اللي كاين. الا كاين شي سؤال اخر بخير استاذ. ايه شكون معايا استاذ؟ مرحبا استاذ عبد الناصر. مازال وضع طاطا، مرحبا. اي طاطا، شكرا استاذ. انا بالنسبه لهاد القضيه مزيان، دابا واضحه مزيان. هي هذاك فورميل اينيتي ان، الفوروم ديال بور اينيتي ان. اي هذيك سميتو فورم تكنيك كانت بجوجهم. اي غنندو. ايه مشكل كيفاش غدي لا ريبونس، يعني كتخليو كيعطيك هذوك جوج، ولكن ما كت يعني بلاصه كتمشي لها باش دي لا ريبونس. يا استاذ دابا انا داخل باش داخل، انا دابا داخل بحالي بحالكم دابا، هادشي اللي عندي هنا. دونك غادي بالنسبه للفوروم يونيتي ان هو هذا كيبان لك ياه؟ هو بان لك دروك فين كيحرك لا سوغي؟ ها هو ما كنشوف شاب دو فورماسيون، هو اللي كيبان لك. وشوف على اليمن. اييه فورميتي. اييه صافي. اذا لقيت كليكي على هذاك ياك، وتبع معايا. شو دابا شنو عندك هنايا؟ عندك فوروم تكنيك، كيفاش غتجاوب؟ غتجيب تكليكي على الفوروم، ها الفوروم نجو التيوريك، ها هو فوروم تيوريك، غتكليكي عليه ياك؟ غتكليكي عليه، فاش كليكيتي عليه شنو عطاك؟ ها هو هادشي اللي بغا يعطيك. كيستيون 1، ها هو لي كيستيون 1. انا شنو قال لك هنايا؟ لي ميثود بيداغوجيك سون كومينيمون ليي او تيوري دابرونتيساج، كومون بوتون ديستينغي سيت غولاسيون توت ان بريزونتون دي زيكزامبل. جاوب، يعني غادي تجاوب. قريتي هذوك الدوكيمونطاسيون راه فيها سميتو، ممكن كاين بزاف لي موتور يعني دو روشيرش، قلب حتى تفهم شنو السؤال وجاوب. ها كيفاش بيتجاوب؟ ها كيفاش بيتجاوب؟ كتجي يعني السؤال الاول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، غتجي هنايا غدير ريبوندغ، ها هو. وجي هنايا غادي دير تكتب في هاد البلاصة هادي، اش غتكتب في هاد البلاصة هادي؟ كتشوف هنا شنو مكتوب هنا، ريبونس فوروم تيوريك. غدير واحد يعني بوغ لا ريبونس، غدير كيستيون 1، غدير غير كيستيون 1 هي هادي، ودير اسميتو ودير دو بوان وكتب بوغ سات كيستيون. ما ريبونس، voilà la réponse et la suivante. A dicter la suivante la réponse ديالك انت، ou كتكتب ou la كتبو مباشره، ou دير ثاني Q2 question 2 ou جاوب، question 3 ou جاوب. صافي انت شاركتي
وكتجي هنايا وكدير اونفوي، راه كاينه في التحت ها هي صافي. هاجي فوالا تجي هنايا الطريقه كونسيرنون سات كيستيون. جو بونس كو هذا وهذا وهذا ولا شنو، يعني جاوب على السؤال، راه كاين بزاف ديال سميتو. نشوفوا شنو اللي بقى، مازال بقى مازال شي حاجه اخرى تيوري. يا استاذ صافي، دابا التيوري راه ما نبغيوش شي واحد. اش قلت يا استاذ؟ فوريم تيوريك، راه هو اللي درنا، هو اللي درنا استاذ تيوريك، هو اللي درنا هو هذا. دابا تكنيك، ها هو تكنيك، راه درنا هذيك ها هو دابا تكنيك. غتجي نتا هنايا اشنو مكتوب؟ نجي مثلا ما عرفتش معنا السي مرزوق، ومرزوق سعيد كاين معنا، يكتب لنا واحد وقت اللي مشى، هو اللي عطى القبيلات وقال بلي غادي يمشي. اذا السي سعيد ومرزوق جا هنا كتب سالو سيل فو بلي كيسكو فو كيسكو سيك سو لوجيسيل سا سي دونك كي كيل اي لوتيليتي دو سو لوجيسيل. نتا غادي تجي غتشوف ليتيليتي ديالو ولا اش يصلح، وهذا غتجاوب غدير ريبوندغ لهذا، يعني راه شاركتي في الفوروم. الفوروم اش هو؟ سي ان فوروم دو ديسكسيون، دونك كتكون فيه لا ديسكسيون، كيكون فيه لو بارطاج، كيكون فيه بزاف كتناقشوا هذا فوالا لو ليشونج فوالا. نشوفوا هذا الاخر réponse forum technique par Barta Rachid. Alors j'essaie pour faire des cartes conceptuelles. Ah ouais. Voilà. Donc là, Asmido, les réponses des coulchia. C'est donc Kevin. Et then, vas-y, voilà qu'il y a un madari dans cette époque clair. Et la discussion, ça te connaît. Et tu as dit que tu il faut bien maîtriser les notions. Ou même les radis, ça aide. Donc, bien sûr, je vais le projet de l'écran. Et donc, je vais vous montrer qu'il y a une chose à l'écran. Ou c'est là qu'il y a une chose à l'écran. Ou là, ça fait. Je crois que c'est bon. Et donc. وإلى المهم إلى اتفقتوا بالنسبة ل بحال الاثنين ممكن والله لا شي واحد شي استاذ جا سؤال غدا ولا أي أمور يقدر تروحوا في الواتساب، هي تروحوا في الفوروم ولا سو سون دي اسباس بور لو بارتاج فوالا. خصها تكون نعم تفاعلية تكون بالاساتذه وبداو انهم يناقشوا. كاينه في الواتساب كاين زعما لا شغل دخل شفت كل واحد كيبحث من هنا من هنا، يعني لا تبارك الله عليهم مزيان تحرك وي. شكرا لكم، شكرا لكم، الله يجزيكم بخير. تبارك الله فيك استاذ، حتى انتم كنشكركم، كنتمنوا لكم التوفيق. اذا احنا راه ما درنا والو في الحقيقه، يعني الواحد نعم تبارك الله الله يجزيك الفكره واضحه على الامور، جماعة الامور عامده، ولكن الحمد لله اليوم الحمد لله الشرح ديالكم فهمنا مجموعه من الامور، الله يجزيكم بخير. بارك الله فيك استاذ، مرحبا. مرحبا استاذ، شكرا لكم جزيلا. واخا حنا كنلقاو مشكل في التواصل، ولكن الحمد لله دابا تيسات الامور بخير، كنتواصل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله استاذ. هي الا كاين شي ما كاين شي حاجه اخرى ان شاء الله حتى لا بروشين فوا ان شاء الله. اذا بالنسبه للانغوجيسترومون راه كاين، شكرا. اذا نشوفوا لحد الان دابا شحال جلسنا في التسجيل. اذا بالنسبه للتسجيل لحد الان يعني كاينه كنشوفوا هو ساعتين و24 دقيقه، ساعتين و24 دقيقه ما شاء الله. اذا نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع وتبارك الله عليكم. شكرا جزيلا استاذ رشيد، هذا واجب استاذ، انتم كنشكركم كلكم، تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.